بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي ان شاء الله هنبدأ مع بعض كورس الـ Discrete Math. يعني ايه Discrete Math؟ Discrete يعني معناها متقطع، بمعنى ان انا مش بدرس علم واحد بس من علوم الماث، مش متخصصة في حاجة معينة. انا بدرس Logic شوية، بدرس Algebra شوية، بدرس Calculus شوية، Probability شوية، Geometry شوية، مش متخصصة في حاجة واحدة. الـ Calculus مثلا ما بتدرس بس الـ Rate of Change مثلا، الانتجريشن والديفرنشيشن، انما الديسكريت ماث بيدرس اكتر من نوع للماث. طيب اول حاجه احنا هنبدا بيها ان شاء الله هي البروبوزيشنال لوجيك. يعني ايه بروبوزيشنال لوجيك؟ معناها المنطق الاقتراحي بالعربي. المنطق الاقتراحي معناه ان انا دلوقتي هاجي اقترح عليك شويه جمل، شويه حاجات، وانت والحاجات دي تحمل الصواب وتحمل الخطا. انا ممكن اقول لك جمل تكون صح وممكن اقول لك جمل تكون غلط. يعني مثلا لو جيت قلت لك ان كايرو از ذا كابيتال اوف ايجيبت، فدي جمله ممكن تكون كايرو از ذا كابيتال اوف ايجيبت، وممكن تكون مثلا اليكس از ذا كابيتال اوف ايجيبت. مفيش انا بعد كده دوري هيكون اشوف هل فعلا كايرو از ذا كابيتال اوف ايجيبت اور نوت. لو جيت قلت لك 2 plus 3 equal 5، هل دي جمله تحتمل الصح او الغلط؟ ممكن تكون 2 plus 3 equal 5 وممكن تكون 2 plus 3 equal 8. لسه انا هشوف هل 2 plus 3 فعلا equal 5 ولا لا. 5 plus 10 هل هي equal 17 فعلا؟ لسه اشوف، ممكن تطلع equal 17، ممكن تطلع equal 15، ممكن تطلع equal اي رقم تاني. طيب لو جيت قلت لك answer this question، هل دي جمله تحتمل الصح او الغلط؟ انا بقول لك جاوب على السؤال ده، انا ما قلتلكش حاجه ممكن تكون صح او ممكن تكون غلط. What's your name؟ نفس السؤال، الاسئله ما بتحملش الصح او الغلط. فلما اجي اقول لك كايرو از ذا كابيتال اوف ايجيبت، انا بعتبر ان الجمله دي بروبوزيشن. بروبوزيشن هي اقتراح، اقتراح صحيح يحتمل الصواب او يحتمل الخطا. 2 plus 3 equal 5 نفس الشيء، 5 plus 10 هي برضو بروبوزيشن. answer this question دي لا تحتمل الصواب ولا تحتمل الخطا، يبقى not proposition. What's your name؟ نفس الكلام، not proposition. طيب الجمل البروبوزيشن دي انا بعبر عنها ازاي؟ بعبر عنها بالحروف، من letters الكومن، يعني بتكون من P Q R S لحد ال Z. فلما اجي مثلا اقول Cairo is the capital of Egypt، انا ممكن اسمي الجملة دي، اسميها P، ممكن اسمي الجملة دي Q، ممكن اسمي الجملة دي R، وهكذا. فانا مثلا لو عندي جملة زي I cheated، فدي proposition، انا ممكن اكون غشيت وممكن اكون ما غشتش، ممكن تكون true ممكن تكون false، يبقى انا سميتها p. جملة تانية I write an exam، ممكن تكون صح وممكن تكون غلط وسميتها r. q و s، انا I will get caught، انا هتقفش، و s I will fail، انا هسقط. فدي جمل كلها propositions، كلها اقتراحات تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ، ممكن تكون true وممكن تكون false. طيب انا لو عندي اربع جمل بالشكل ده وعايزة اربط ما بين الاربع جمل دول، واربط ما بينهم ازاي؟ بيجي دور حاجة اسمها connectives. الconnectives هي الحاجة اللي بتربط لي ما بين اي propositions. فانا عندي الاربع propositions دول وهحاول اربط ما بينهم بالconnectives اللي عندي. طيب اول حاجة عندي هي النيجيشن. النيجيشن معناها نفي او not. فانا عندي نيجيشن بي، معناها ان انا عندي جمله، الجمله اللي اسمها بي اللي بتقول اي تشيتد وعايزه انفيها، فبقول اي didnt cheat، انا ما غشتش. طيب عندي بعد كده لو عايزه اقول انا مثلا غشيت وسقطت، فهقول اي تشيتد اند اي فيلد مثلا. فالكونكتور اللي عندي بعد كده اسمه اند، اي تشيتد اند اي ويل جيت كولت، انا غشيت وهتقفش. طيب انا غشيت او سقطت مثلا، فبقول I cheated or I will fail، انا يا اما هغش يا اما هسقط. تمام. عندي رابع connector اسمه implies او conditional statement. conditional statement دي يعني شرط، حاجة حصلت فتبعها حاجة تانية. P حصل فتبعه ال Q، فهقول مثلا if I cheat then I will get caught، إذن أنا لو غشيت أنا هتقفش. طيب في حاجة تانية شبهها جدا اسمها الـ Biconditional Statement. الـ Biconditional Statement دي عبارة عن إن عندي two facts كل واحدة معتمدة على التانية. فمثلا لما أقول إن الأرض بتلف حوالين نفسها دي P مثلا، والشمس بتشرق من الشرق وسميتها الـ Q، الأرض بتلف حوالين نفسها نتيجة ده إن الشمس بتشرق من الشرق.
لو على البروبوزيشنز بتاعتي اللي عندي فبقول if I cheat I will not fail، انا لو غشيت انا عمري ما هسقط. تمام. بعد كده اخر كونكتور عندي هو الاكس اور. الاكس اور دي حاجه بتحصل، حاجتين احتمالي، في احتمال ان حاجتين يحصلوا بس ما في سوري في احتمال بجملتين بس ما فيش احتمال ابدا ان الجملتين يحصلوا مع بعض، عمر ما الجملتين دول هيتقابلوا، فيا اما الاحتمال الاولاني هو اللي يحصل يا اما الاحتمال التاني هو اللي يحصل. I cheat or I fail، انا لو غشيت مش هسقط ولو سقطت هبقى ما غشيتش. تمام. يبقى انا عندي احتمال واحد بس هو اللي لازم يحصل علشان خاطر الجملة دي تكون صحيحة، تكون true. تمام. يجي عندي بقى يقلب لي السؤال، يعني هنا انا كان بيديني بيديني propositions وانا بجيب relations ما بينهم. طيب هو دلوقتي جايب لي جملة وعايزني اكتبهم في صورة البروبوزيشن، فبيقول لي if James doesn't die then Mary will not get any money and James family will be happy. اعمل ايه اول حاجة اعملها حتى لو انا مش فاهم الجملة دي بتقول ايه، مش فاهم يعني ايه، اتصرف ازاي؟ اول حاجة بدور على الكيوردز بتاعتي. انا عندي قلت implies معناها if then، فاول الجملة خالص لقيت if then، فانا عندي حاجة if حاجة then حاجة، عندي حاجة بت implies حاجة. طيب بعد كده تاني حاجة لقيتها وانا if James does not die، لقيت not، ال not دي كانت negation فعملت دايرة عند ال not ولقيت ان انا عندي negation. if James don't die then Mary will not، لقيت not تاني، and James، and دي قلنا انها برضو connector فانا لقيت عندي and وكان عندي not. طيب وبعد كده اعمل ايه؟ بعد كده ابدا اخد الجمل بتاعتي واديها اسامي، فاقول جيمس داز داي يعني جيمس دايز، شلت النوت بقى لان انا كده كده كتبت النوت هنا، and جيم سوري if James dies then Mary will not get any money، فانا عندي Mary will get money. تمام. and James family will be happy، فسميت ال or James family will be happy. تمام. عايزة بقى أربط ما بينهم. if James dies if James، بس هنا بيقول لي not dies فهتبقى negation ال P. if James not die then Mary will، جملة Mary will عند ال Q فهتبقى هسمي ده ال Q، and James family will be happy، ف James family ال proposition بتاعها اسمه are، فبقت هي دي الإجابة. طيب ال priorities بتاعة الكلام ده ايه؟ مين هيتنفذ قبل مين؟ ال not الأول ولا ال and ولا ال implies؟ فعندي ال priorities number one، عندي أول حاجة بتتنفذ هي ال not، وبعد ال not يبقى أكتب أول حاجة في ال priorities ال not، وبعد ال not عندي ال end، وبعد كده ال or، وبعد كده ال xor، وبعد كده ال implies، وبعد كده ال by conditional، فهتتنفذ عندي بالشكل ده.